بأي حاجة ببلاش. طبعا النهاردة يعني يعتبر نهاية اليوم الثاني وبداية اليوم الثالث. اليوم الثالث هيكون غدا إن شاء الله، وهكون فيه ثلاث محاضرات، مش محاضرات يعني ثلاث كلمات. واحدة فيهم على التفاؤل، أنا غيرت واحدة فيهم، واحدة فيهم على التفكير الاستراتيجي، واحدة فيهم على السلوكيات. أما الرابعة ودي أهمهم هتكون أنتم عايزين تعملوا إيه مع بعض. مفيش خروج إلا لما تشبكوا مع بعض، وكل منا يتنازل عن جزء من شخصيات الاعتبارية. من غير التنازل إحنا في الدور الكام هنا؟ ممكن نعمل زي عباس بن فرناس تطيروا من هنا، تحركوا من هنا. لابد حتة نفسنا ونفسنا وما سواها دي نسويها، نسويها بقى على البوتاجاز، على الفحم، على على مش عارف ايه، على شمعة، في الفرن، إلى آخره. اتفضل. لذلك تعقيب على المبادرة اللي أطلقها الأستاذ خضر السوطري، أتمنى إنه جميع الأخوة اللي ممثلين لمنظمات اليوم يتشاوروا مع مجالس إدارتهم، وبكرة يعطوا التفويض. مفيش مشكلة. خطوة عملية. بكرة بآخر جلسة هناخد خطوة عملية. لأن مش معقولة معانا حوالي 80-90 واحد بقالنا يومين، والناس مسافرة من آخر الدنيا وجاية هنا، ونطلع إيه؟ فنكوش. في حد فيكم شاف عادل إمام في الفنكوش؟ لا. أحكي لكم قصة الفنكوش لغاية الدكتور سيد الزناني ما يخش. عادل إمام عشان تعرفوا إزاي المجتمعات بتشتغل، كان نصاب. هو لا مش هو شخصية، راجل محترم يعني، بس هو في الفيلم كان نصاب. وراح يضحك على واحد بتاع شركة إعلانات، إعلام. وراح قال له أنا عندي منتج اسمه الفنكوش، إيه سوقته. الراجل قال خلاص ما فيش مشكلة، فإدى الأمر لمسؤول ليه نعمل فيديو أو نعمل فيلم يعني حاجة زي كده. وعادل إمام بقى نسي ومشي وخرج. فالراجل عمل الفيديو اللي هو مدير الإدارة بتاعته، وراح لرئيس الشركة بيقول له خلاص إحنا عملنا الأفلام يا سعادة البيه، وعايز صلاح يوافق على بتاع صلاح إيه؟ أنا عندي الصلاحية طبعاً. المدير مش فاهم حاجة، مدير نفسه كان فنكوش. قال له لا انا اللي هاخد القرار. قال له يا سيدي قال له انا اللي هاخد القرار. قال له القرار ايه؟ قال له خلاص بث في كل التلفزيونات. فحط فيلم الفنكوش اللي هو فيلم دعائي. خلاص وابتدى اللقطه دي. راح بقى خد عادل امام يصيفه في مكان مش عارف فين في مصر يعني، مش عارف هو في مكانه خلاص. وفي وسط الكلام قال له ايه؟ قال له عادل امام احنا اعلانات الفنكوش مغرقه مصر كلها. بعد ما بيقول له فنكوش ايه؟ قال له الاعلان اللي انت تدهن المنتج اللي هنبيعه. قال له انا اديتك منتج؟ قال له اه. قال له دي مصيبه، ما فيش حاجه اسمها فنكوش. فنزلوا الاثنين مصر بسرعه. المنظر ايه؟ عادل امام عند الترابيزه دي، وصاحب الشركه بيلطم خده حظه وكذا. اتخرب بيتنا. عاد ما قدامه كميه من الجوابات الغير عاديه. واحد بارد جدا، وصاحب الشركه بيصور ويولول وينحنح. لا لو مدير الانتاج دخل عليهم، فصاحب الشركه بيقول له خلاص نرفضه ونقول هو ده اللي عمل غلطه. بعد كده بتقول نرفضه ازاي؟ يا فلان زود اعلانات الفنكوش. قال له ايه؟ قال له زود اعلانات الفنكوش. قال له إيه؟ انا عندي طلبات بنص مليون جنيه يشتروا الفنكوش. قال له يعني ايه؟ قال له احنا بعنا لهم حاجه مش موجوده. قال له الابداع عندك والبراعه، انت راجل مبدع مش كده؟ انك عملت حاجه مش موجوده اقنعت بيها الشعب، والشعب عايز يشتري شيء مش موجود. قال له بنبيع لهم ايه؟ قال له اي حاجه بس سميها فنكوش. هكذا يبقى الاعلام، اي حاجه بس سميها فنكوش. ونهايه الكلمه هي تعتبر حكمه، قال هذا شعب غبي بيشتري شيء مش موجود فنبيع له الشيء اللي هو عايز يشتريه. عرفتوا بقى الاعلام ازاي؟ فاوعى تفنكشوني، لان انا بنتج فنكوش انا كمان يعني. يعني انا بعرف اعمل فنكوش. طبعا في اليوم الثاني دلوقتي ليه؟ ال بي بي سي وقفت ولا ايه؟ لا لا شغال. طب انا عايز الاي تي في.
عندنا أربع ثلاث محاور. ثلاث مراكش؟ ثلاث مراكش. طيب ثلاث واحدة عن تنمية المواد البشرية اللي هي الاستدامة المالية. الاستدامة المالية ومنغسل التنمية. والثالثة اللي هي يا ربي إدارة المشروعات التنمية. إدارة المشروعات التنمية. مين هيجي في الأول علشان يبتدي يقول للناس الخمس دقايق دي ماذا فعلنا وما نريد أن نفعل إيه فيما بعد؟ تفضل. بس من بعد إذنكم هنوزع عليكم أثناء الكلام استبيان ورقي. ثالث ورابع ورابع. استبيان طبعاً. ومحدش هيخرج من هنا إلا لما يملأ. الإلكتروني والورقي لو سمحت. توزع خلاص. في واحد الكترون هنا. انت مجموعة ايه؟ استدامة التنمية. نحن ثلاثة رح نحكي بس كل واحد اخذ فقرة مشان بس. هلا ما بدي اطول عليكم، انا اول شيء كثير محظوظ اني كنت موجود معكم تمام واني هيك تعرفت على ناس عندهم خبرة بمجال العمل الانساني. ما بدي اطول، طبعا الاستاذ حكى كثير نقاط مهمة واحدة من النقاط اللي يمكن كلنا لازم نركز عليها كمؤسسات انه نوطد علاقتنا مع المعنى، يعني مو الشطارة انه نحن نجيب اولاد كثير، الشطارة انه نحن نجيب اربع اولاد بس نقدر نحن نربيهم صح، نعلمهم صح، نطورهم ونشتغل عليهم، اما اذا جبنا نحن 15 ولد وزتيناهم بدون رعاية، هال 15 ولد ما رح يرجعوا لي بكذا، لذلك الفكرة انه نحن لازم نركز أكثر على تلبية حاجة المانح اللي أعطاني مصاري وأعطاني صحته أكثر من إني أروح أدور على مانحين جداد. شلون؟ عن طريق إنه أنا وقت أشتغل مع المانح، المانح رح يعطيني هو شو بده، حتى وهو عم يعطي هو شو بده لازم يكون في شيء مميز. يعني مثلاً حالكم تجربة صارت معنا، أخذنا مشروع راف نحن، بتخيلوا إنه بكل الـMOU ما لهم مركزين، يعني نص الـMOU مكتوب إنه نحن بدنا تكون في لافتة مكتوب عليها راف بمكان التوزيع. تمام؟ فأنا يوم اللي ركز كل صوري وكل أموري على هاي اللافتة فأنا شو أشبعت له حاجته للمانع وعطيته اللي هو بده إياه، وبالتالي أنا رح خلي علاقتي معه قوية ورح يرجع يعطيني مرة تانية. لذلك أنا بفضل إنه يكون في بكل مؤسسة مثل ما هون مثل ما في عنا قسم برامج مثل ما عنا في قسم مالي قسم ميل يكون في عنا قسم متابعة علاقاتنا مع المانع، وهي شغلة كثير مهمة. والسلام عليكم. فالأخوان التانيين جزاكم الله خير. رامي انا سامحوني انا المفروض ما كنت اتكلم ونترك انا باعتبار من المنظمين الموجودين لكن الشباب اختاروني عشان هذه الكلمه. الحقيقه احنا باستدامه التمويل المفروض نشتغل على مؤسساتنا، قلنا مثل ما حكينا ببدايه الورشه الاولى يوم امس قلنا انه اي مؤسسه تحتاج الى استدامه التمويل المفروض يكون عندها شيء من المؤسساتيه وتسعى الى تنميه هذه العمليه عندها. يعني بمعنى اخر انت عندما تكون لديك مؤسسة حقيقية في نظام داخلي في فرق بين مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية أنت مؤهل لأن تأخذ أو تعمل عملية استدامة التمويل من المانحين. النقطة الأخرى حكينا بالتسويق الإلكتروني وطرحنا مثال الإغاثة الإسلامية أنه 60% من دخلهم هو عن طريق التسويق الإلكتروني وخاصة في كندا، وهذا كثير مؤشر كان مهم جدا لكيف إحنا منظمات السورية كيف ندخل لهذا المجال. وقلنا انه هو مؤلف من اربع مراحل، المرحله الاولى ربما هي البيانات وجمعها، المرحله الثانيه هي تحليل البيانات، المرحله الثالثه التنفيذ، المرحله الرابعه هي جمع النتائج. ما بدي اطول عليكم، في اختنا الكريمه ممكن تكفي معنا بما قلنا لي امبارح واليوم. تفضل. السلام عليكم. اهم شيء نحن كمنظمات في عمل استدامه التمويل، فاحنا لازم نلغي ببساطه انه يكون تمويلنا عن طريق منظمات اخرى، ونكون احنا الجامعين لتبرعات مباشره عن طريق الافراد، وبيكون هذا الشيء عن طريق فهم سيكولوجيه المانح. فاحنا في مثلا في الوطن العربي نستميل الافراد عن طريق اما العواطف او الشعارات الدينيه او حتى بجوز موسيقى حزينه مع فيديو مؤثر، فبنقدر نستميل المانح وناخذ منه اللي بدنا اياه. طيب بس انا هضيف عليها حاجه ان هو في اخر الجلسه كانوا بيتكلموا عن الشخصيات البارزه اللي ممكن تجمع لنا تبرعات عن طريق الفيسبوك، صفحه الفيسبوك بتاعتها. من التجربه ان شركه ان مجموعه جمعيه بنفس فين الاخ بتاع بنفس لا مش انت لا انا مش عارف يا ابني انت مستخبي ليه، تعالى هنا ولابس لي بنفسجي كمان. لا ازرق ده ولا اخضر بقى؟ لا بنفسج حتى لو كان ازرق وبنفسج.
بسرعه كده عشان ده نوع من انواع الفيسبوك التمويل اللي احنا برضك عايزين ايه نخليكم تخشوا فيه. السلام عليكم. تحدثت عن تجربه سريعه لبنفسج مع ناشط مصري الاخ عبد الله الشريف اذا سمعتوا فيه. الاخ عبد الله عنده تقريبا 1,000,000 متابع في السوشيال ميديا او 2,000,000، بس عنده صفحتين. فعمل فيديو تعريفي عن بنفسج وطلب فيه من جمهوره جمع التبرعات. خلال 3 أيام تقريبا او 4 أيام جمع حوالي 200,000 او 250,000 دولار على موقعنا. من خلال طبعا الاهم بالموضوع انه كان 90% من المتبرعين من المصريين، فهذا طبعا كان رقم خيالي يعني بالنسبه للمتبرعين المصريين، عباره عن حوالي 3,000 متبرع تبرعوا خلال 3 أيام، وحقق الفيديو حوالي 700,000 مشاهده بفضل الله. طبعا الاعتماد الاول او النتيجه اللي اخذناها انه احنا الترويج الداخلي للمؤسسه او ترويج المؤسسه لنفسها ما كان فعال بقدر ترويج الاخرين لمؤسستك، سواء كانوا مستشارين او اصدقاء او اي اناس خارجيين. شكرا. التجربه من حقكم انكم تستعمل يعني تستعملوها عن طريق صفحات الفيسبوك. طيب هل في اي سؤال للمجموعه التنميه المستدامه الماديه الى اخره؟ اضافه. طيب دقيقتين. لا هي دقيقه واحده. انا ما كنت في جروب. مش مهم بس انت قول. يا تعال مش هبيعنوك من فانكوش. لا خلال 4 سنوات من العمل وسط المنظمات المجتمع المدني اكتشفت شيء الكل بيبحث عن المال، بينما هو موجود لديه كثير من المال، لديه كثير من الموارد، عفوا ليس المال. سريعا دلوقتي هديكم 3 موارد معكم سريعا بس، وفي اخر شغله اللي يقول لي عليها اللي هو جايزه ماديه. لا 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 لا. طيب موارد عندك دقيقة واحدة تماما. دقيقتين مادية وبشرية وإنسانية. الموارد المادية أهم مورد هو الأرض، تمام؟ لو امتلكت الأرض يبقى أنت كده. دلوقتي الحرب كلها في سوريا عشان امتلاك الأرض. بعد الأرض المواد الخام، كل ما على الأرض سواء مؤسسات مباني كل شيء، تمام؟ وبعد كده المال يأتي آخر شيء، لكن بامتلاكهم تمتلك المال. موارد البشرية العلاقات، الخبرات والمهارات، وهلوم جرى أهم شيء إضافة. طبعاً هذا من أجل استغلال الموارد البشرية الموجودة في المؤسسة. كثير من المؤسسات ما بتحسن استغلال مواردها فبيحصل هدر للمال. ومثال التدريب، ممكن واحد ممكن مؤسسة تنفق على التدريب بدون قياس أثر التدريب. آخر شيء الموارد الإنسانية، هذا قسمين، جسدية وحسية. كثير من الموارد الجسدية ما تستغل، ممكن واحد هو بيمارس الإدارة كنشاط ثاني بس بيهمل الموارد الجسدية طبعاً اللي هي السمع والبصر. نيجي الموارد الحسية الموجودة لدى الكثير اللي يستطيع عن طريق استخدامها، هما 6 أو 5: إدراك، منطق، ذاكرة، وعي، حدث. الأخير حد يقدر يقولها لي؟ خيال. قلت لك إياها. نشكر أخونا. إبراهيم حمدي، دعم الإدارة بناء القدرات من الاتحاد السوري العام. كويس، نشكره جزاه الله خير. أي استفسار قبل ما ننتقل للمجموعة الثانية؟ أي خلاص بسم الله ما شاء الله يعني كده ما فيش سؤال ما فيش أي حاجة. هننتقل للمجموعة الثانية. خلاص ما أنا خلاص أنا كده كده يعني. أي استفسار واحد، أي استفسار اثنين، أي استفسار ثلاثة، يلا المجموعة الثانية. في المجموعة الثانية؟ طيب اي حد يطلع، مين هيطلع من عندكم؟ طلع ما حددناش. ما حددناش، تعال انت الشعب. انا الشعب. انت الشعب وتحرك فوق الماء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا كانت الورشه بتاعتنا كان الموضوع عندنا من الاغاثه الى التنميه، فتكلمنا امبارح على قضيه الاغاثه ونطاق العمل الاغاثي، وحددناهم بنطاقات معينه لان في لبس في قضيه العمل الانساني. يعني انا بسميه العمل الانساني وليس العمل الاغاثي، لان الاغاثه هي جزء من العمل الانساني. احنا قلنا ان هم 6 نطاقات تقريبا. يعني اول نطاق اللي هي المساعدات الاغاثه العاجله، يعني ودي بتكون عاده عشوائيه غير مخططه، بتكون غرضها الاساسي هو الحفاظ على حياه الناس. ثم ينتقل هذا العمل الى عمل اغاثي لما الازمه بتمتد، بيكون فيها موضوع
موضوعات اخرى موجوده، عايز تحافظ على احتياجات الناس بشكل معين، فبتنتقل من العمل الطارئ الى العمل الاغاثي. بعد كده بننتقل من العمل الاغاثي، في عندنا مساعدات المرحلين اللي هي بيسموها المساعدات ما بين الاغاثي والتنموي، اللي هي اللي خاصه بعمليات اعاده التاهيل. في عندنا العمليات الاغاثيه او العمليات الانسانيه للحمايه من الطوارئ، يعني ده جزء من العمل الاغاثي، انه لو في كارثه في طارئ موجود ممكن ازاي ان احنا نؤهل المؤسسات انها تعمل برامج خاصه قبل حدوث الكارثه المتوقعه. نوع ايضا من العمل الانساني الا هو عمل ازاله مخلفات الحروب ومخلفات الكوارث، يعني كتير جدا بيتم بعد العمليات العسكريه بيكون في دايما مخلفات حروب، قنابل، الغام، اي شيء الاولاد بيلعبوا فيها بيجيبوها، واحنا قلنا ده جزء من العمل بنقسمه تحت العمل الانساني اللي موجود. فعملنا الورك شوب امبارح وبدات كل مؤسسه عرضت نطاقات العمل بتاعتها، وحقيقه كان يعني انا بعتبره لقاء عميق جيد جدا، يعني بقيمه ان هو فعلا كان جيد على اساس المؤسسات حددت ما هي مميزات كل مؤسسه في عملها الاغاثي وايه التحديات اللي بتواجهها، وايضا قدروا ان هم يوضحوا ما هو البعد التنموي في عملهم الاغاثي كنوع من انواع تقديم ان انا والله ماشي في التراك المظبوط. النهارده انتقلنا للعمل التنموي وشبهنا العمل التنموي او بنشبهه كده بالفراشه، يعني دوره حياه الفراشه، يعني دوره حياه الفراشه الاول بتيجي الفراشه بتحط البيض وبتحط البيض على الورق الاخضر وبتحط له تحتيه سمده، ماده سمديه عشان البيض ما يقعش من على الشجره. الفراشه اللي هذا البيض بيقس بيبقى دوده. الدوده بتكون عندها نهم شديد للاكل. يعني دي انا بشبهها بمرحله الاول العمل الطارئ، وبعدين بعد كده بننتقل الى العمل اللي هو الانساني او العمل اللي هو الاغاثي. عندها شعرها في الاكل بشكل كبير جدا، بتتطور الدوده خلال فقط 5 ايام بيكبر حجمها بشكل غير طبيعي، بيتغير جلدها 4 مرات. ثم بتخش في مرحله اللي هي مرحله الشرنقه، انها بتحاول تدخل جوه نفسها وبتبني حواليها يعني شرنقه، وبيحصل ترانسفورميشن جوه الشرنقه. انا بعبر عن العمل السكري في المرحله الحاليه هو داخل في مرحله الشرنقه، اللي هو محتاج اعاده نفسه، تنظيم حياته، تنظيم العمل بتاعه، النطاقات اللي موجوده بتاعته، وبعد كده بتروح فتح الشرنقه تطلع منها ايه؟ فراشه. الفراشه دي بتقعد 10 ساعات تضخ الدم في الاجنحه بتاعتها، ما بتقدرش تتحرك، عندها غير قدره قادره على الطيران. يضخ الدم في الاجنحه وتطير بتبقى فراشه. شكل الفراشه مقارنه بالدوده مختلف تماما. وده اللي احنا عايزينه من المؤسسات السوريه. ان احنا عايزين يحصل فيه عمليه ترانسفورميشن حقيقيه، تحول الدوده لفراشه. وانا اعتقد ان التحول للفراشات امر ليس بالمستحيل. اتكلمنا على موضوع التنميه وذكرنا هي محاور التنميه الاساسيه. التنميه فراشه ولا دوده؟ ها؟ التنميه الفراشه بقى خلاص. احنا خلاص التنميه. الدوده هي العمل الاساسي. اللي هو والشرنقه هو اللي احنا بنعمله بيه اللقاءات الان التدريبيه اللي احنا بنعملها هي مجرد اعمال عن الشرنقه. اللي احنا بنخش فيها وبتكون ضروريه، وحتى بننصح المؤسسات ان هم ياخدوا 2-3 سنين وقت كافي بحيث ان هم يعدوا المؤسسه لموضوع العمل التنموي. العمل التنموي ركزنا على اساسيات العمل التنموي، يعني قلنا العمل التنموي بيرتكز على 5 اساسيات اساسيه، عنده مرتكزات كثيره، هي قضيه الملكيه، انه لازم واحنا بنشتغل مع الناس المستفيدين يكون عندهم شعور بملكيه المشاريع اللي هم بيعملوها. تاني نقطة الشراكة، إن هما الشراكة مش كوبريشن، لا الشراكة هي الشراكة الحقيقية. إن ال وانا بارتنرشيب، أنا عايز المستفيد. لا أنا عايز كمان المستفيد هو يكون معانا صانع الفكرة وليست المؤسسة، لا كمان المستفيد الشخص الانديفيديوال صانع الفكرة بيخطط معانا المشروع وبينفذ معانا المشروع وبيقيم معانا المشروع. يعني دول 4 مراحل رئيسية في موضوع الشراكة. والشراكه دي لازم تكون شراكه حقيقيه، ودي اللي تكون مفتاح مهم جدا للعمل التنموي. الثانيه الاستدامه، الثالثه الاستدامه. قضيه الاستدامه قضيه مهمه، للاسف الشديد كلنا بيفهم الاستدامه انها استدامه ماليه فقط. الاستدامه استدامه ثقافيه، استدامه مؤسسيه، استدامه اقتصاديه،
واستدامه قلنا ايه كمان استدامه اجتماعيه وبيئيه موضوع اجتماعيه وبيئيه يعني لازم نبص لها من كل المنظورات ده وده احنا اذا بصينا بس الموضوع الاستدامه النظره ماليه احنا بنمر لقضيه الاستدامه لان الاستدامه مش عايزين نفكر بيها انها فلوس فقط ولا شيء رابع حاجه قلنا موضوع الاتساق السياسي ما لناش تعبير كويس الاتساق السياسي يعني معناه ان قراراتنا السياسيه في العمل التنموي لا تتناقض مع بعضها البعض مش معقول ان انا عايز اساعد على الانتاج المحلي معناها قرارات قراراتنا السياسيه داخل المؤسسه سياسه المؤسسه ايوه سياسه المؤسسه داخل المؤسسه بس وضحت التلفزيون داخل المؤسسه يعني معناه ان ما اخدش اجراء تنموي ان انا عايز اشجع صناعه معينه او اشجع مثلا محصول معين او منتج معين تنموي وفي نفس الوقت اتبنى سياسه ان اغرق السوق بمنتجات خارجيه تؤثر على سعر السوق وتأثر على الوظائف الموجوده كمثال مثال الملابس كمثال ده اللي حضر من ده يعني موضوع الملابس كتير جدا انه الناس بتجيب الملابس وتروح توديها الى اماكن موجوده فبتخلي بتاثر على المنتج المحلي واحد جاله شيرت ديزل ولا هوجو بوس ولا اي حاجه طبعا مش هيبص المنتج المحلي وفي الغالب بيبقى الملابس اللي جايه سعرها ارخص من سعر السوق فلازم تكون السياسات في العمل التنموي لا تتناقض مع بعضها البعض واخر نقطه كانت فيها في المبادئ دي هي قضيه الحوكمه يعني موضوع الجفرنس والجود جفرنس انا بعتبرها اشياء اساسيه محوريه الوقت طبعا بيكون ضيق جدا ان احنا نتكلم عليها وانا شايف ان هو توبكس يعني مهم جدا في العمل التنموي في مواضيع بنسميها المواضيع المتقاطعه او الكروس كاتنج ان كل واحنا بناخد بالنا في اي صياغه عمل تنموي الناس بتبص للكروس كاتنج او المواضيع المتقاطعه بشكل مهم ايه هي المواضيع المتقاطعه قلنا مواضيع البيئه والحفاظ على البيئه لازم تكون جزء من عملنا التنموي مشاركه المراه وقلنا لا لازم تكون مشاركه حقيقيه وليست كماله عدد وليست ديكور في المؤسسات او في الشغل بتاعها لازم يكون عندها دور حقيقي ومشاركه حقيقيه فيها ودي لازم تنبع من داخل المؤسسه كتير جدا بيخلوا المراه تشاركوا عشان يقولوا والله المؤسسه الدوليه احنا عندنا المراه موجوده وممثله ولكن هو غير مشاركه حقيقيه لازم تنبع من داخل المؤسسه بناء القدرات الكباسيتي بيلدينج خبرات تنقل خبرات والمعلومات جزء اساسي في سياستنا الموجوده البوليسز والمعايير اللي موجوده واهمها سياسه منع الفساد او الكوربشن يعني دي من الحاجات الاساسيه ان كل مؤسسه لازم تكون عندها سياسات واضحه جدا لمحاربه الفساد داخل المؤسسات وبعد كده قضيه عمل الاولاد الشباب نزحنا والشباب او الاطفال نازلين ان احنا نقدم حمايه للاطفال اخر اللقاء يعني في اخر ورشه الحمد لله المجموعات قدروا ان هم يسيروا حقيقه صاغوا اربع مشاريع تنمويه حقيقه كلهم انا كان معايا عملت تجربه كان معايا مليون دولار في جيبي فقلت ان انا هدي كل مجموعه يعني على حسب ما يقنعوني بهذا الموضوع فكلهم حصلوا على 250 الف دولار واحد احنا كده اولاد كاش ولا جريد لا انا عاملها اموال وهميه كم فنكوش سقفوا لها مجموعة فنكوش فده يعني كان يعني ده كان الناس وانا اعتقد الحمد لله ان هم كانوا يعني كانت يعني ورك شوب او ورشات عمل كانت فعلا حقيقة كويسة طلعوا بتوصيات ثلاث توصيات سريعين يعني التوصية الأولى ان هو موضوع ان هم كانوا مدة الدورة او مدة قالوا يومين لا تكفي يعني يومين قليلة جدا على التوبك الواحد خلاص وصلت على التوبك الواحد على فكرة ما قالوا على التوبك الواحد ان هو يومين واحدة لا تكفي انه عايزين هم كمان يعني مزيد من التجارب العملية اللي موجودة في ورشات العمل وانه يا ريت المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الناجحة تعمل نوع من انواع عرض فيلمي او عرض مصور للمشاريع التنموية الناجحة اللي موجودة على الفيلم جزاك الله خير طبعا بس هضيف نقطة محورية في مال الإلاف لابد ان نفكر كيف نجزئ صرف مال الإلاف من اول يوم بحيث يخش في التنمية مع اول مشكلة إغاثية بتصادفها لان دائما مال الإغاثة اثناء الحروب ياتي اثناء الحرب فقط ثم ينقطع اثناء السلم ولابد واحنا بنبدا مسيرة الإغاثة في مثلا في 2011 كذا 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 في جزء منها مقطوع للعمل التنموي او الاحتياط الاستراتيجي وبناء قدرات المجتمع اللي هنصرف عليه الاغاثه وده في فكرنا احنا العربي تخلف كبير وجمود فقهي غير عادي بمعنى القوي الامين لو ما كنتش انا هدرب الشخص ده
وحديله مليون دولار مش هيبقى قوي، هيضيعني المليون دولار. انا بقول لك بدل ما اديله مليون دولار مره واحده، اديني 50,000 منهم ادرب الشاب ده او الشابه دي عشان تبقى قويه وتحافظ على باقي الاموال. ففي الاول انا عندي ورقه فيها ممكن اشاركها مع الاتحاد، ان لابد ان يكون سياسه الاغاثه الى ما بعد الاغاثه من اول يوم، ان مجرد الاعلام انتهى انسى سوريا، انسى سوريا وانسى كذا وانسى كذا وانسى كذا، زي ما الاعلام بيجيب قضايا جديده جدا. طيب اخونا طارق اتكلم، جزاه الله خير. بس معتذر الاخ ابراهيم حمدي، واسمك اسمك سينمائي جميل يعني. انا اسمي ابراهيم حمدي عبد الله. يا عم انا بس ابراهيم حمدي وخلاص بقى، انا مش هتجوزك. بس يعني انا ايه حاولت ان انا اوقفه لان هو داخل زي الصاروخ، وانا ما بحب الصاروخ يخش علي، بخاف مش كده يا لا لا ما تعيش بقى. يا عم انا اعتذرت لك وخلاص بقى. ايه انت حاسس؟ طيب اي اسئله لاخونا طارق او اي استفسارات او اي اضافات للمجموعه التنميه؟ لا انت قلت حضرتك ال100 لو 100 دولار او مليون دولار اقسمهم، بس ما قلتش تقسيم ازاي. انا بالنسبه لي بعد احكي مع محاضره ثانيه، انا مش عايز دعوتكم دي، ممكن تبقى حاجه ثانيه عشان بس الوقت ايه مزنوق والساعه 5 والناس تعبانه من الساعه 9 موجوده. اتفضل سؤال. بس لا هو بس مداخله ممكن يكون سؤال بس في موضوع الشراكه. كثير من المنظمات تفهم ان الشراكه هي العلاقه فقط بين الشريك المنفذ والدونر، الا انه في ستوك هولدرز اخرين في موضوع الشراكه من ضمنه المستفيد. انت عايز انواع الشراكه؟ ايوه. من هو انواع الشراكه؟ ستوك هولدرز اللي بيدخل في انا اللي اقصد فيها بالانجليزي اللي هي البارتيسيبيشن. البارتيسيبيشن ليس الشراكه ما بين المؤسسات. انا عايز المستفيد الفقير هو اللي يحدد فكره المشروع، هو اللي يخطط معايا المشروع، معايا وهو اللي ينفذ معايا المشروع، وهو اللي يقيم معايا المشروع، لانه عشان يتبنى هذا المشروع بملكيته. احنا ياما ابارت حفرت وبسبب صامولة الناس سابتها، صامولة صغيره محتاجه موجوده، البير راح، لازم الناس تحس ان البير ده بتاعها، شاركت وقالت ان انا محتاجه بير مش محتاجه مدرسه، او محتاجه مدرسه مش محتاجه بير، خططت معايا المشروع ونفذته وتعلمت ازاي تعمل الناس. الموضوع ده في منتهى الاهميه. يبقى ده في اثنين وهنقفل عشان نخش على المجموعه، وليس الشراكه ما بين مؤسسات. طيب. اخونا خضر اتفضل. نسال صوتك بس كده عشان اسمعك. نسال الاخ طارق عن اولويات التنميه. اولويات التنميه. نعم. هل التعليم اهم ولا المشاريع؟ المشاريع ولا التعليم ولا الزراعه ولا ايش هي الاولويات؟ العمل الاغاثي والعمل التنموي مبني على احتياجات واحصاءات سليمه. احنا رحنا مع الدكتور هاني مره ورحنا محتفلين بحفر بير. ماشي. لكن الناس كانت محتاجه مدرسه. فاحنا برضو بقول بارتيسيبيشن مهم جدا، ان انت بعض الاحيان ان انت بتعمل المشروع اللي هو يعجبك او شافه انت من اولوياتك، ولكن لازم تكون عندك قياس احتياج حقيقي على الارض. وانه التعليم مفتاح مهم جدا، ولكن لازم تقيس الاحتياجات الحقيقيه على الارض وترتبها على حسب الاولويات. بس هرد على دي، لان دي بالنسبه لي محوريه، وانا اعوذ بالله مش نحن التعليم مفصلي. بس ايه هو التعليم؟ التعليم اللي يحتاجه المجتمع في ساعة الحرب، مش التعليم التقليدي في الدول المستقرة. التعليم النوعي البديل، هنخش في تفصيل. وضح شوية. لا ما هتبقى محاضرة. دقيقة يعني. هذا كلام مجمل جدا يا دكتور. أنا مش مختلف معاك، بس أنا ممكن نقعد، أنا ما عنديش مشكلة أقعد الساعة 10. دقيقة. لا 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 لا. المنظمات بتسعى للتدريب بدون وضع خطة أصلا للتدريب. حاضر حاضر. التعليم البديل النوعي اللي هو بيحتاجه المجتمع النازع ومجتمع اللاجئ. خلاص؟ بس عشان دي. اما بالنسبه للقضيه السوريه، اول مشروع اعمله زراعه. زراعه مم، وبعدين من مم اعمل السوق. يبقى احنا قلنا في اسطنبول ايه؟ مين اللي كان معايا سيد؟ قلنا بنقول من مدرسه للسوق، قلت له في الاخر اتفقنا على ايه؟ من اسطى للسوق. او من الصنايعي اللي هو اقل من الاسطى كمان للسوق. لماذا؟ لان انا عايز ايه؟ استوعب هذه الطاقات الشبابيه اللي ما دخلتش المدرسه في شيء يبني المجتمع من الداخل، في المرحله دي بالذات. بس دول يعني دول ندخل في التفصيل. في اخونا هنا ده في اتفضل.
في واحد ثاني كان قبليك ابو شعر زي شعر انا بس في واحد بس انا عايز اعلق بس وانت حنقع تعليق بسيط على الكلمه دي بشكل سريع جدا. العمل التنموي مر بمراحل كثيره في التطور. زمان قال لك مثلث الجهل والفقر جهل والفقر مرض، بس دي كانت منظومه قديمه. المنظومه الان هي منظومه كيفيه الارتقاء بالشخص ماديا ومعنويا وروحيا. اصبح في منظومه الان في العمل التنموي، ودي محتاجه فعلا بناء على نيد اسسمنت قوي. يعني احنا عايزين في العمل التنموي دوت لانه عمل مخطط، عمل طويل المدى، يعني الاستثمار فيه استثمار ضخم، فلازم نكون مخططين له بشكل كويس وعلى حسب اولويات دقيقه مربوطه، وليس على حاجه احنا عجبنا وخلاص. بس هيك اخرج عن موضوع نسبيا، عندنا اشراط عليه استبيان. بنفس الوقت عندنا ملخص المحاضرات بشكل عام. كيف فيني وقفه بين موضوعين؟ هلا اذا من الاسقاط على شيء عم ناقشه، شو بدنا نستنتج؟ نخلص النقاش وناخذ منك ورقه استبيان غدا صباح. ها؟ عفوا بدي اركز معكم اما بالاستماع او خلص يعني انا ما عندي مشكله، بس فين اخونا محمد؟ خلص يعني هاتوا معك غدا ان شاء الله. جزاكم الله اخر سؤال تفضل. اول شيء الله يعطيكم العافيه، نحن استفدنا اكثر شيء من خبرتكم المنهجية في الحياة في أكثر من دولة، يعني حسب رؤيتكم وحسب الأزمات اللي مرت في مريتوا فيها بكل دول العالم. الآن المسألة الإنسانية السورية في أي مرحلة من المراحل تمر مقارنة مع تجاربكم السابقة؟ سؤال تقيل يعني سؤال تقيل لحالك. أنا من رأيي من المرحلة السورية حالة فريدة بيعتبروها على فكرة كومبلكس كرايسيس، يعتبر اللي هي الأزمات اللي فيها معقدة. ممكن نلاقي فيها ثلاث أمور بره، يعني ما نقدرش إن احنا نحدد بيها مرحلة من المراحل اللي هو. احنا ممكن مرحلة سورية الآن كحالة فريدة، ممكن نلاقي ما زال لسه في حاجة طارئة، حتى الآن احنا اتكلمنا عليها في الورشة، ما زال لسه في قصف، ما زال لسه في نزوح، ما زال في عندك مشكلة اللي هي موضوع الهيلف المساعدات اللي هي بيسموها ريهابيليتيشن أو ريكفري أو ما إلى ذلك، اللي هي إعادة التأهيل، ودي موجودة. وفي حاجات الآن للبعد التنموي، على فكرة الأزمة السورية على فكرة هي أزمة عالمية غيرت سياسات، عشان يكون عندنا فكرة، غيرت سياسات دول الآن. يعني إحنا بنتكلم على ألمانيا مثلاً، وزارة التنمية الألمانية غيرت أصلاً من الخطط بتاعتها ونظرتها للعمل التنموي من الأساس. وبدأوا النهاردة يتكلموا انه عايزين يدعموا عمل تنموي يكون عنده بعد اغاثي. والعمل الاغاثي وزاره الخارجيه مسؤوله عن العمل الاغاثي بتقول ان انا هدعم مشاريع اغاثيه ذات بعد تنموي. يعني بداوا الاثنين يفكروا بتفكير مختلف لاول مره. ان بدات وزاره التنميه تقول والله ان انا عايز ادعم مشاريع تنمويه كان ليها اصل اغاثي، مش عايزها تكون عالي من السماء، كانت اغاثه ممتده التنميه. وزاره الخارجيه اللي مسؤوله عن العمل الانساني بتقول ان انا هدعم مشاريع اغاثيه ذات بعد التنمية. ده بيوصلنا. اتفضل. عايز تقول حاجة ثانية؟ القصد أنا بس هكمل بقى. طب بس تعقيب. معروف أن الانتقال من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي لا يتم إلا بعد توقف الحرب أو الأزمة واجتماع الساسة. تماما. هل الآن في سوريا هناك مجال لقيام أعمال تنموية؟ إلى الآن لم تتضح هناك مناطق آمنة في سوريا. طيب. بالنسبة للكلام اللي بيقوله طارق ده تغيير في المنهج. بالنسبة بس عشان نرجع للسؤال الأصلي اللي هو إحنا فين من القضية السورية؟ إحنا في مقالة لو سمحتوا الإخوة اللي في الخلف يا بنفسك. ليه يا بنفسك بتنعي وأنت ظهر حزين؟ منيرة المهدية مش كده؟ أنت تبع. ها؟ طبعا. ليه يا بنفسك ترى لم بتنعي؟ اقعد بقى. تبهج تبهج ولا تبهج؟ يعني انا دول بتاعي انا تبهج خلص تبهج يلا خلص تبهج اقعد يا بنفسك عشان هغني انا. القضيه السوريه بدات من تحت الصفر الى ما قلتم امس ل 4000 او 5000 جمعيه. ده ما حصلش قبل كده في اي قضيه من القضايا لا في اوروبا ولا في امريكا ولا في الشرق ولا في الغرب. خلاص؟ انا عايز من ال 4500 جمعيه دول 200 300 جمعيه بدا منهم جزء يتطور
واشتغل في مشاريع مش فقط مشاريع الاكل والشرب وكذا، لا بدا يخش في الادفوكس اللي هو المنصه اللي بيتكلم عنها اخونا خضر الصبري، بدا يخش في الشراكات في جمعيات عمرها اقل من 5 سنوات، ودي انجاز ما حصلش. لذلك لما قال بيتكلم عن الحكومه الامنيه، الحكومه ثقيله مش بسريعه الخطوات زي الامريكان وزي البريطانيين، لكن ان الحكومه دي لما تبص لقت ان المسارين ماشيين مع بعض، ان نوعيه الشعب السوري تختلف عن نوعيات شعوب اخرى حصلت فيهم ازمات اكثر ضراوه من اللي حصل في الشعب السوري، لكن مع ذلك الشعب السوري انتج. في بعض الناس كانوا متضايقين من 4000 جامعه، انا بقول لا بالعكس، انا فرحان حتى لو طلع منهم نصابين زي ما انا قلت امبارح، لان اما الزبد احنا قلنا ايه امبارح؟ ده هيذهب، واللي هيفضل هو ما ينفع الناس. فلذلك ده يعتبر مرحله متقدمه جدا لمجتمع بينمو في خلال 4 سنوات في النزوح، او 5 سنوات من النزوح، او 6 سنوات من النزوح. مش عايزين نقعد نجلد نفسنا ونقول احنا ما عملناش حاجه. الامر الاغاثه والتنميه دايما سياسه اوروبا، سياسه الامم المتحده والمؤسسات الدوليه، وقف النار واشتغل في التنميه. هم دلوقتي عم بيجيبوا طلعوا حاجه اسمها ايرلي ريكفري. انا مش عارف يعني ايه ايرلي ريكفري. انا بقول لحضرتك انا ما بفهمش، معلش بردك انا يعني اي لاف يو، مش انت بنفسك بردك؟ احنا اهل بنفسك هنغيم عليهم الحد عشان ما حدش يتكلم. واخد بالك؟ معناها ايه؟ معناها انا قلت لك حضرتك، يمكن المحاضره قال لي في حد قال لي قول الكلمه اللي عندك دي، من اول يوم ولا ثالث، من اول يوم تطلع جزء ولو بسيط تحطه على جنب تسميه احتياط استراتيجي. المال الاغاثي. انا خدت فيها فتوى من بعض المشايخ في الكويت. واخد بالك؟ في اللجنه اللي قلناها فيها هناك. ده بيصرف اذا كان في منطقه امنه. يعني لو كان المنطقه في بلد ما كلها مولعه حرب، يبقى انت بتسيبه كاحتياط استراتيجي موقوف الى اليات السلام. في منطقه امنه بتنمي فيها بال10% دي مجتمع بسيط عشان لما يطلع نزوح يخش نزوح داخلي. مين قال احنا ما عملوش كده؟ لا طول بالك. لو سمحت ما ادكش الكلمه عشان تتكلم. جزاك الله خير. ما ده اللي احنا بنعمله. واخد بالك؟ دي اللي انت بتعمله. كل بقى لو متحط حتى كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ده شيء ثاني. ولك انت عملت حاجه زي كده ما حدش يعرف، دي مصيبه سودة. ولك انت من كل اللي من خبرتي انا مع الجمعيات ان بيسقط عليهم المشروع برغبه المتبرع اللي انت ما بتعرفش تاخد فيه الا المصاريف الاداريه. واعتقد ان الشكوى دي قاطعه مع كل الجمعيات، احنا بنشتكي من واحد متبرع يدينا مشروع صح؟ والمشروع ده احنا مش عايزين ننفذه، لكن بننفذه عشان ايه؟ ناخد منه مصاريف اداريه الى اللي ماشي بيها المؤسسه. لكن انت بتحدد نرجع مره اخرى اغاثه وتنميه، انت بتحدد سياسه الانفاق في العام في مال العمل الاداري. انت تحدده كجمعيه. تتفق مع بعض كاتحاد كسياسه وتعملوا بعض بنصره تعلموا المال، خاصه لو كان مال ده تراديشنال اللي هو التقليدي اللي هو بيجي لكم كده معاه يقول لك والله انا عندي مش عارف ايه حصل النهارده وعايزينكم تنفذوا المشروع ده بدون اي دراسه بدون اي حاجه. وده حصل كتير جدا من الجمعيات على مدى ال5 سنوات. فلذلك احنا مش عايزين نجلد نفسنا كسوريين ونقول احنا ما عملناش، احنا انتجنا وانجزنا وعملنا حاجات من شعوب كتير جدا ما قدرتش تعملها في ايه في ال4 أو 5 سنوات اللي فاتت. ولو هو بيتكلم عن التجربه الالمانيه ده معناها ان في شيء اتعمل في القضيه السوريه لم يحدث من قبل في القضايا الاخرى اللي كانت موجوده سواء في اسيا او في افريقيا او في امريكا اللاتينيه او حتى في اوروبا. صح؟ طيب لو مفيش سؤال ثاني ننتقل للمجموعه الثالثه عشان الوقت ايه؟ الساعه 5. شكرا يا اخ طارق، نحيي الدكتور طارق. محمد حضر نفسك. مشكورين جميعا، ونحن طبعا نحن الفجر من الاتحاد السوري العام
من ورشه اداره المشاريع التنمويه. حقيقه انا كنت سعيد جدا بحضوري بالورشه ومع الدكتور محمد. اداره المشاريع التنمويه طبعا في اسس متعلقه بالمشروع ايا كان هذا المشروع، لكن الدكتور محمد استطاع من خلال خبرته الممتده لعشر سنوات ان يربط دائما الامثله النظريه بالتجارب العمليه. طبعا الحقيقه في وقت مختصر اللي هو يعتبر يومين وهو مش كافي لهذا التدريب، لكن استطاع الدكتور محمد من خلال خبرته ومن خلال الاطلاع الواسع عنده استطاع انه يحطنا في اهم ما يتعلق بالمشروع اللي هو تعريف المشروع والفرق بين المشروع والبرنامج. ايضا استطاع ان يعطينا حياه مراحل المشروع اللي هي خمسه، انا لن اتحدث عن المعلومات الانميه موجوده. ركز بشكل عملي في اكثر من تدريب على الاطار المنطقي اللي هو من اهم اسس المشروع، كيف نحن نصنع اطار منطقي، وايضا كيف ممكن نعمل ورك بلان، ايضا خطه عمل. استطعنا كمان نعمل تدريب عملي على خطه العمل وهذا كان شيء رائع. ايضا تعلمنا من خلال الدوره التخطيط واهميته وعناصر التخطيط وهذا كان شيء رائع جدا، واخذنا شيء عملي على هذا الموضوع فعلا فيما يتعلق باهداف القمه الانسانيه ال17 اللي طلعوا فيها. وطبعا استفدنا كثير من اللي ذكره الدكتور هاني عن الاستباق الحدث والقدره على التاثير في الحدث، انه انت لما تستعد للحدث انت ستكون فاعل، وفعلا هذا ما جرى من خلال 36 ورشه كانت في اكثر من 36 بلد. استطاع الدكتور هاني وفريق العمل انه يحضروها حتى تكون مخرجات مسبقه او توصيات مسبقه للقمه الانسانيه، وكان في عندنا 17 هدف. استطاع الدكتور محمد ايضا ان يعطينا ورشه عمل او تدريب عملي على ادراج سته اهداف كأهداف أساسية في منظماتنا، منها التعليم ومنها الصحة ومنها المياه والنظافة وغيرها. الهدف 17 أنا حكيت فيه في الورشة كان رائع جدا، اللي هو الشراكات، تحقيق الشراكات من أجل الأهداف. وأعتقد أنه من أفضل الأمثلة التي يمكن أن نتحدث عنها هذه الشراكة الرائعة بين اتحاد منظمات المجتمع المدني الذي يشكر هو بإدارته وكوادره وأهدافه، وهو شريك حقيقي وهو يدعو الى التكامل بين المنظمات، وايضا الاتحاد السوري العام، والشكر الموصول لفضيله الدكتور هاني والاخوه المدربين وايضا اسلامك ريليف، وكل الشكر لكم. اي سؤال او اي استفسار او اي اضافه؟ لا ما لا بعدين اتفضل يا شباب. حقيقي ما عندنا عسل موجود وعندنا العسل المر والعسل الحلو. انا ما بقبلش العسل المر ده كان جميل بيشفي. اتفضل. هي اضافه لاداره المشاريع التنمويه طبعا مستقبل المشاريع القادم في سوريا هيكون اللي هو الكشف وورك. ايه؟ كشف وورك. كشف وورك يعني اللي هو النقد للعمل من اجل العمل. ليش؟ من اجل زياده الاصول الانتاجيه. أديكم مثال سريعا راح يعمل على شغلتين، بناء القدرات في نفس الوقت الكاش وتدريب العمالة الماهرة مع غير الماهرة. مثلا في نشاط بسيط كنا بنعمله في مصر ممكن تكون المنظمات عملوا مثلا أجل تطوير المخيمات اللي هو تنظيف قرية كاملة، تمام؟ نقدر عن طريقها ده من أجل الصدمات المستقبلية طبعا والاستفادة من المخلفات، إن يبقى في عمالة فرص عمل مؤقتة كاش فور مربوطة بالعمالة ماهرة مع غير ماهرة، حققت هي إن أنا زودت الأصول الإنتاجية في نفس الوقت خففت من الصدمات المستقبلية وفرت فرص عمل ماهرة. فالاتجاه لهالأمور ممكن يكون يحقق موضوع التنموي ولكن عن طريق تحقيق الموضوع بناء القدرات في نفس الوقت بالعمل. جزاكم الله خير. أخونا في الخلف تفضل. شكرا يا اخ ابراهيم حمدي، معلش انا من كتر حبي انما الحب ما قتل، والاعتراض الثالث هتقتل فيه. مصاري انا هقول لك شيء قتل. اتفضل. بالنسبه لاداره المشاريع العافيه دي في بلد يعني معنى كده في المغرب. ها العافيه يعني ايه؟ النار. النار. مغربي. طيب. بس اضافه بسيطه على انه موضوع اداره المشاريع التنمويه مرتبطه مع موضوع كمان الانتقال من الاغاثه الى التنميه. نعم. فنحن نقطه البدايه اللي بنتحول منها من الاغاثه الى التنميه
هي عندها بيكون عندنا مشاركه مجتمعيه. أيوة. مجتمع في هذا المشروع بدنا نتكلم في طارق الدكتور طارق عفيفي هي اسمها كوميونيتي بارتيسيبيشن مشاركه مجتمعيه. فمشان بس نعمل ربط حتى نعرف شو هو المشروع التنموي وكيف ننتقل من الاغاثه الى التنميه هي بالكوميونيتي. جزاك الله خير. اتفضل. طبعا انا اخذت اختصار سريع لكن هذا الموضوع بالذات الدكتور محمد اكد عليه بشكل كبير جدا. بمقدار ما يستطيع المشروع ان يشرك المجتمع المحلي في تصميم مشاريعه سيكون يعني له يعني حظوظ اوفر واكبر في الموافقه على التمويل وركز عليها كثيرا. طيب انت تعرف الـ 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 الشيء الجميل ايه بعد اذنكم يعني خليك واقف جنب كده عشان تستنى احنا احسن ابراهيم يجي مره ثانيه. حمسكوا ان كنا بنشوف عمال الاغاثه في قضيه البوسنه ازاي كانوا بيعملوا اساتذه الجامعه والدكاتره واقفين في الطوابير وما استفدناش منهم في تصميم المشاريع اللي بنتكلم عنها اللي بتتكلم ايه المشاركه المجتمعيه دي. دلوقتي اتعلمنا في قضيه اليمن الحرب ما بين الحوثيين وبين الحكومه ده في 2007 و2008 ازاي الناس كانوا بيديروا المخيم. نحن لنا مخيم مجتمع رئيس الإغاثة الإسلامية وكنا بنشارك أهالي المخيم من النازحين في إدارة المخيم يكون في الأكل وفي الشرب وفي الصحة وفي الإيواء وفي كذا وكذا مع المؤسسة المسؤولة عن المخيم بيكونوا النازحين داخل هذه المخيمات. الكويس عندنا في الشعب السوري إن هو شعب عنده الخميرة الأساسية بالتعليم والوعي. المشكله كانت عند الشعب السوري انه ما كانش متجمع قبل كده كان المجتمع المدني بتاعه ضعيف. دلوقتي في الاربع او الخمس سنوات اللي فاتوا بفضل الله سبحانه وتعالى وفي النزوح اصبحنا نكون هذه الجمعيات. التحدي الكبير دلوقتي ازاي نعمل ائتلافات وازاي نعمل اتحادات وازاي نعمل تحالفات قويه. مش كل ما نعمل اتحاد يبقى اتحاد لا كلنا نعمل اتحادات قويه وفاعله وإتلافات قوية وفاعلة عشان نعمل حملات المنصرة القوية دي الآن المنصرة الإنسانية. صراحة ننتقل لسؤال آخر سؤال عشان ما جيش أخونا زكي. زكي ولا زكريا؟ زكي يعني ثلاثة زكي واحد مفهومية ساعة البيت. مفيش نكت تيجي تنشف بس مفيش نكت. ده آخر سؤال لأخونا من الاتحاد. لا نكت بالضم مش بالفتح. آه. هو موضوع المداخله السوريه. تفضل. الاتحاد العام السوري موضوع وهل نشكر الاتحاد العام السوري على مشاركته له او مشاركته لنا. موضوع الاتحادات نحن عملنا شيء اسمه رابطه الشبكات. كويس. رابطه الشبكات اليوم وليد جديد صار عمره اقل من سنه تقريبا. كويس. بيضم حاليا المنسق طبعا استاذ رامي. استاذ رامي احمد رامي. وحاليا بضم ست شبكات الحمد لله. 10 صار 6 شبكات في 10 لسه ما صار 7 شبكات. وفي متقدمين يعني راح يصيروا 10 ان شاء الله وبيضموا اغلب منظمات المجتمع المدني. جزاك الله خير ربنا يبارك فيك ان شاء الله. اخر تعليق بس على موضوع المشاريع عاوز اضيف. ايوه هي في شويه مفاهيم تنمويه المشاريع التنمويه تختلف قليلا ربما في نقطتين عاوز اضيفهم. الاخوه اللي بيتكلموا في الخلف لو سمحتم. النقطه الاولى انه بالمشاريع التنمويه هناك مفاهيم يجب ان تغيب عنا عندما نصمم هذه المشاريع. واحده منها انه بدي اصير مشروع تنموي يجب ان اجد فيه اكزيت استراتيجي. يعني انا لما يديني اللي هو انا بدي اطلع المشروع مش عم يعني ما بقول لك مره خلاص انت بدك تدور نفسك وبيعطيك المارش وبس الاستدامه. فهو دائما يجب ان تكتب له في مشروع وتظهر له كيف انا ساخذ. الموضوع الثاني ايضا في المشاريع التنمويه يجب ان تظهر له اهميه ان انا لك ثلاث ارباع الدائره موجوده عند الموارد عندي 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 وانا احتاج منك فقط قليل. يعني يجب ان تظهر ما لديك والدائره اللي عندك هي متكامله ثلاث ارباع الدائره متكامله وانت تحتاج هو الجزء وتظهر له ان هذا المشروع انت لديك اكثر من ما لديك والا المشاريع التنمويه يعني هو هيك بيقول بيعطيك. طيب احنا اخونا زكي
بكره ان شاء الله تقابل الساعه 9 في اسمها صابون صابون بالنون ولا بالميم صابون يعني صابون ان شاء الله و تكريم في مدربين حاجه يدرونا واحد بس طيب خلاص قلنا بس 5 دقايق 10 دقايق طيب اصبروا مع اخونا زكي وبعدين هنكرم الاخوه اللي جم سافروا من اخر الدنيا عشان ايه في وجودهم فاهم اصبروا عندنا بتاع 10 دقايق ربع ساعه اتفضل أبي بالصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد أبي بالصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد إلا الصلاة الصلاة على الحبيب محمد هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ريت تشاركونا بالصلاة على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته رب ارحمنا بشفاعته قولوا صلى الله عليه صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير الأول الأخ محمد دكتور محمد هيكلم بعض الشباب اللي هيسافروا الليلة دكتور خضر دكتور دكتور عبد الرحمن استاذ عبد الرحمن ندعو الدكتور عبد الرحمن دكتور خضر لتكريم الساده المدربين الذين فنكوشي بعد الكرشي دفعيه هدايا رمزيه يعني لكن شكرا لهم على جهودهم لقاء السحاب يلا شباب يلا شباب طيب نحن سنكرر الدكتور محمد السوسي لو سمحت تفضل الى عندنا محمد السوسي بسبب السفر انا شباب انا مساءل والباقي سنكررهم غدا ان شاء الله سلم عليه احنا عاجزين عن الشكر لا يشكر الناس لا يشكر الله هذه مجموعة فنجان قهوة تركية
اليوم ضيفنا الرفاق المقامية جد لهون من دوبي، ضيفنا قال نحن من يضيفنا فنجان قهوة يذهب أثرها لأربعين عاما. فتفضل سيدي. في حاجة ثانية؟ ها؟ نراكم غدا. غدا الألقاب. سقوف القائم من غدا. الاستبيانات يا شباب. الاستبيانات. من أتذكر أن الزكاة تنفع المؤمنين. الاستبيانات. Thank you.